رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا اكله بصراحه يعني يا جماعه انا ريقي مش عارفه اقول لكم اعمل ايه وانا قاعده يعني. بس احنا دخلنا الطاجن بعد ما حطينا عليه العجين لفرن طبعا مسبق التسخين. بس نسيت اسال الشيف فاطمه هياخد وقت قد ايه؟ بصي الفرن يعني يكون كده ايه سخن كويس جدا على 180 او 200، هتاخد بالظبط حوالي ربع ساعه تحت الشوايه، كل حاجه مستويه يعني مش هتاخد اي وقت. بصوا بقى ربع ساعه بس، بصوا الجمال. عارفين بقى المفروض بقى دي تبقى سخنه كده ايه مولعه. ونفتحها بالجمال ده. بسم الله. العيش ده بقى لقمه العيش دي احلى من الطاجن كله. بصوا بقى الجمال، هو ده. الله ينور. الله. تسلم ايدك يا شيخ. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. شرفتنا بقى يعني في الحلقه المميزه دي. طبعا لازم يبقى في ضيف مميز معانا بعروض مميزه ثانيه. شركه ايجيبت النهارده بتمثلها يسرى صلاح خبيره التغذيه. بصي يسرى الاول ازيك؟ الاول هي تاهت من الاكل، هي تاهت. ازيك يا يسرى عامله ايه؟ الحمد لله تسلم. بعد الاكله مش عارفه اقول لك انا. ايوه تقولي مش هناكل. ايوه ايوه والله بجد. تسلمي لي يا قلبي، صحه وعافيه عليكي. الاكله بجد اكله اكله يعني. حلوه قوي في العزومات على فكره. وتشرف يعني. بعدين على رمضان فاحنا محتاجين الوصفات والحاجات الجديده دي. طبعا. صح. تسلم ايدك. تسلمي لي يا قلبي. الحمد لله. احنا ما هقول لك بقى احنا هنعمل ايه بعد الاكله دي. هفتكر بقى بعد اللي حصل. هناكلها هناكلها يعني. هو ما فيش فيها خضار. فيها خضار ولحمه بروتين اهو. وممكن نحط فيها كويسه وفاصوليا بروكلي قرنبيط اللي احنا عايزينه. تسلم يعني ايدك. هقول لك بقى الحاجات اللي هناكل وهنبقى شكلنا حلو من غير ما نتخن. مش هقول لك لا هنخس، لا من غير ما نتخن. لو انت محتاجه تخسي وتلاقي فرق في المقاسات من اول اسبوع مش من اول شهر او شهرين، لازم تطلبي الكورس بتاع النهارده. الكورس بتاع النهارده مش هقول لك خصم 20 ولا 30%، الخصم 65%. ما شاء الله 65%. مش هياخد كورس واحد بس، لا اللي هيطلب الكورس بتاع النهارده هياخد عليه كورس هديه كمان غير اللي فيه كبسولات الهديه بتاعه النحت. هقول لك كل حاجه بتعمل ايه عشان الناس بتتوه. انا هاخد كبسولات ايه؟ طب هي هتعمل لي ايه؟ طب انا عندي مشكله في منطقه البطن، منطقه الارداف، عندي دهون في ظهري مضايقاني، في كتفي، شكلي مش تمام. فانا محتاجه انزل في الوزن. فالكورس النهارده عليه 65% خصم، هاخد كورس عليه هديه. ده غير الكبسولات النحت. الكبسوله الاولانيه هتسد لي الشاي، يعني هتقفل لي بقي بمعنى اصح. يعني مش هاكل خالص؟ لا هاكل بس مش اللي هو انا بقى متضايقه متضايقه بقى عشان ما باكلش الحاجات دي، لا انا هاكل بس مش هقدر اكمل. في فرق ما بين ان انا منعاكي عن الاكل، في فرق ان انا هقول لك كلي اللي انت عايزاه او اي حاجه موجوده زي طاجن زي ده هتبقي هتقول لك لا ما تاكلوش. طب ينفع ناخد الكبسوله بعد يسرى؟ لا الكبسوله لازم اخدها اول يوم خالص من اول اليوم عشان هتسد لي الشهيه طول اليوم. يعني قبل الفطار؟ قبل الفطار بنص ساعة باخد الكبسولة على كوبايتين مية. دي هتسد معايا الشهية وهتفتت لي الدهون. ايا كان الدهون اللي عندك صعبة، الكورس موفر جدا. الكورس بأقل تكلفة هتقدري تنزلي في 60 يوم 35 كيلو. ما شاء الله 35 كيلو. في ناس بتقول لك انا بقعد سنة انزل في 4-5 كيلو. ايوه ما بعرفش اوصل لهم كمان وبرجعهم تاني أسوأ. بالظبط بترجعيهم عشان انت منع اصلا الاكل. فانا بقول لك انت هتاكلي وهتخسي. هتاكلي الدهون الصعبة اللي عندك. انا عملت دايت كتير، خدت منتجات كتير ما جابتش معايا نتيجه عشان الادويه اللي بره مش بتبقى عارفه المشكله بتاعتك ايه. لو انا مشكلتي في الشهيه فانا معايا كبسوله هتديلي الشهيه طول فتره الكورس بتاعتي. هتقول لي طب انا هاخد الكورس ده بعد ال 60 يوم هبدا اتخن تاني؟ لا. ليه؟ لان انا مش منعاكي عن الاكل، انت هتمارسي حياتك الطبيعيه بعد الكورس يعني طول فتره الكورس انت بتنزلي بعمل لك تكميم للمعده. لو انت عندك مشكله في الحرق، عندي الغده، عندي المراره، مشاكل في الرحم، كل ده بيأثر على الحرق. صح. كمان لما اوصل لسن ال 30 بلاقي ان الحرق بتاعي بدا يقل. فانا محتاجه كورس يحفز لي كل ده. انا مش بديكي حاجه سحريه، انا بديكي حاجه فعاله، كورس امن 100% ما فيهوش اي حاجه اللي هو مثلا كيميكال او حاجات تشتغل مثلا على مثلا هرمونات حاجة او تشتغل حاجة. على حاجه في المخ او كلام دي بقى اصعب حاجه شهيره. طبعا ان لما في بعض الادويه لما بتتاخد بتحس ان هي بتشتغل على مخي، خليكي ستريس طول النهار، متعصبه على ولادك، متعصبه على جوزك، على كل الدنيا. انا بصوا سيبوني في حالي. ايوه بالظبط. فاحلى حاجه ان هو بيشتغل
بيشتغلش على مخي. لا هو بيشتغل على المعدة، انا معدتي هي اللي خلتني اصلا ازيد في الوزن. صح. فانا احنا لما بنتولد ما بنتولدش لو بنحب الاكل ومعدتنا كبيره، احنا اللي عملنا كده. فالكبسوله هترجعني للاول خالص، هتخلي تصدر عيل شهيه، هتفتت لي الخلايا الدهنيه، هتعمل لي نحت مع الكبسوله اللي هناخدها هديه النهارده. العرض ده لمده يوم واحد بس لحد الساعه 12 بالليل. هياخد نقط واعشاب، هقول كل الحاجات دي بتعمل ايه. كمان لما بيتصلوا في بقول لهم الحاجات اكتر من اللي انا بقولها عشان وقت الحلقه. فبفهمهم كل حاجه. انت بتبقي واخده كورس عارفه انت هتخسي ازاي. عشان في ناس تقول لي طب انا الدهون انا فوق ال 100، الدهون دي لما انزل 35 كيلو في 60 يوم هنزلهم ازاي. الدهون دي هتتفتت عن طريق الكبسوله، هتفتت لي الخلايا الدهنيه. يعني هبقى عارفه ان انا مش هزيد في الوزن تاني. لو انا جربت حاجات دايت، كلت نسيت كل الاكل، نسيت فبتلاقي ان انا بتخن. انا خلاص انا متعوده مثلا على الجبن والحاجات دي. فبتلاقي بعد ما خلاص انا نزلت، حتى لو نزلت الوزن ده بالدايت هرجعهم تاني، برجعوا اكتر كمان ساعات. هي مشكله بقى في الاكتر دي. بالظبط. طب انت يسرى قلتي انه دي الكبسوله اللي سد الشهيه، في وسط كلامك كده انا لمحت حاجه اسمها نحت. كبسوله النحت. أيوة. ليه؟ عشان انا دلوقتي لو فوق ال 100، في ناس بتجن فوق ال 150 كيلو، دلوقتي لما انزل هلاقي ان انا في ترهلات حصلت لي. فانا مش عايزه تقولي انا نزلت في الوزن بس برضو شكلي مش حلو. معايا كبسوله هتنحت لي وتشد مع سد الشهيه وتفتيت الدهون، يعني السلوليت والحاجات دي كلها. كل حاجه مش موجوده في 60 يوم، انت هتبقي شخص تاني خالص. الكورس موفر جدا، الحاجات دي كلها اقول لك عليها لما بتتصلي. الكورس اللي لحد الساعه 12 بالليل، عشان في ناس بتقول لي لا انا كسل. لا خدي الخطوه، انت لما تاخدي الخطوه هتلاقي سفاح دهون فعلا بمعنى الكلمه. اللي هو انا مش هاخد كورس وخلاص هركنه من اول اسبوع، لا انت من اول اسبوع هتنزلي من 4 ل 5 كيلو. فالرقم ده فعلا انا الحمد لله معانا تجارب كتير قوي حلوه. كل مره بيبقى معانا صور ومعانا حالات. ده احنا بس عشان وقت الحلقه بنعرض صوره واحده، فاحنا بيبقى عندنا صور كتير قوي للناس. طيب لو كده احنا لو معانا الصوره دلوقتي استاذ طلعت، ممكن ننزل باول حاله معانا او الصوره اللي معانا. على ما تجهز هنكمل. طيب بصي يا يسرى بقى سؤال. طيب ماشي. ايه معانا؟ شخص تاني خالص. وحزام وبتاع واحمر ستايل متغير. يعني لما الواحده بتخس ثقتها بنفسها بترجع تاني. ببقى بروح ادور على لبس كده وانا مبسوطه، بتبقي خفيفه عارفه، خفيفة. بصغر في السن، بحلو. بالزبط. الحاجات دي كلها لازم نعملها قبل ما العمر يجري. كل ما بنعدي السن 30 و40، مش بس عشان انا وصلت ال 50 سنه فخلاص انا وزني هفضل عليه كده. لا كمان زياده الوزن صعبه جدا، بتعمل لي امراض كتير. ده غير اللي انا شكلي وحش او جسمي مضايقني، بتعمل لي اكتر من 55 مرض. فانا في غنى عن الامراض دي كلها خالص. هاخد الكورس بامان، كورس امن جدا، كله اعشاب طبيعيه، فواكه، كله مواد طبيعيه، مفيش اي حاجه من بره خالص. الحاجات دي عشان ما تقولي ان انا بشتريها من بره، لا احنا المسؤولين عن الكورس بتاعنا. مش بنوزعه مثلا للصيدليه. في ناس تقول لي انا لقيته في صيدليات، لقيته مش عارفه فين. لا الكورس احنا اللي بنعمله عن طريق كنتوا بس. يعني عن طريق ارقام التليفونات الخاصه بس بشركه ايجيبت، وعن طريق طبعا صفحات الفيسبوك الخاصه بيها اللي هننزل بيها اول ما تبدا تجهز. انت قلتي يسرى دي اول صفحه. ايوه دي اول صفحه معانا في ترم تخسيس، ومعانا الصفحة الثانية في ترم مصر. هم دول الصفحتين بس اللي عن طريقهم نقدر ناخد الكورسات بتاعت النهاردة أو أي كورسات الخاصة بشركة إيجيبت. يعني مفيش الشركة ما بتنزلش الكورسات بتاعتها أو الكبسولات بتاعتها في أي حتة بره، في صيدليات أو بتتباع بره. لا هي عن طريق الصفحتين دول بس، وعن طريق أرقام التليفونات بس، مفيش غير كده. طيب يسرى أنت قلتي أنه إحنا مثلا 50 سنة ما تقولش أن هي خلاص تخنت أو كده. معروف دايما أن بعد ال 35 أو بعد ال 40 دايما نسبة الحرق في الجسم بتقل. طيب علاج ده بيبقى إيه؟ يعني بتتعامل مع الحالة دي إزاي؟ دي بتعلي معدلات الحرق 4 أضعاف. يعني انت لو الحرق معدوم او الحرق ضعيف جدا، جربتي حاجات كتير ومفيش الحرق، لا انا بديكي علبتين نقط بتاخديهم. طبعا خبير التغذيه اللي بيتابع معاكي المتابعه مجانيه طول فتره الكورس. هاخد النقط، هتلاقي ان في، لا في عارفه المكنه شغاله في جسمي اللي هو في الحرق، حرق طبيعي شغال. بطلع لك الحرق عن طريق يا اما في عرق، يا اما بدخل الحمام كتير، يا اما انا حاسه بسخونيه في جسمي. فكل ده حاجات طبيعيه، غير ان انا الاقي ان انا عندي اكتئاب. ما باكلش الحاجات اللي انا بحبها. لا احنا هناكل
هننسف دهون البطن، دهون الارداف، كل ده في 60 يوم بس. هلاقي ان انا بنزل 35 كيلو، في فرق في شكلي كمان. الناس بتقول لي انا وشي لما بعمل دايت بيبقى وحش مريض. ولا برجع اكل تاني عشان شكلي يبقى احلى. صح. فلا في الكورس فيه فيتامينات كتير، اعشاب كتير بتعوض لي اللي انت عملتيه قبل الكورس. فكل الحاجات دي بتساعد معانا اللي انا محتاجاها. يعني انا بسال الناس انت محتاجه تنزلي قد ايه، محتاجه اصلا دلوقتي عن طريق التليفون. فانا مش عارفه هي عندها مشكله في البطن او الارداف، فكل ده عن طريق التليفون بتقولي انا عندي مشكله في البطن، عملت دايت كتير وما نزلتش، عندي مشكله في الارداف مضايقاني. في ناس بتلبس مقاسات من فوق مختلفه خالص عن المقاسات اللي تحت. وبعدين شوشو يعني ما شاء الله ابو ده النحت اللي بجد. ايوه شفتي عملت ازاي انا. ما هو ده بقى الكورسات اللي هي الواحده ثقتها في نفسها. بحس كده ان انا واثقه في نفسي، بدخل المحلات بشتري براحتي، مش بدخل المكان بتاع الستات الكبيره. مناسب للاكس اكس لارج تلاقيه في محلات اصلا مكتوبه كده. ودوخ لو عندي مناسبه. دي مشكله بقى لما يكون عندي مناسبه ويبقى نفسي البس حاجه سواري كده حلوه لونها فاتح، تلاقينا نلبس الحاجه الغامقه اللي الداري جسمنا اللي بالداري. فده بصراحه يعني كورس تحفه. هناكل كل حاجه بكميات قليله وهناخد كل اللي نفسنا فيه. فبصراحه كورس يعني حاجه كده تحسي انك انت ايه، هتاكلي مش محرومه، بس مش محرومه، مش محرومه. انا مش هرجع بشراها للاكل تاني. بالظبط. مش وهاكل اللي انا. الكورس النهارده هو كورس سد، اللي هو السد، بلاش سد علشان الناس ما تتخضش. ايه رايك نقنن شويه الاكل؟ نقنن الشهيه، نحجم الشهيه شويه. يعني لو انا عندي شهيه عاليه جدا، لا انا اقدر اخد كبسوله، الكبسوله دي هتقلل لي شويه حجم الشهيه، خصوصا في فتره البرد. يعني صعبه، الناس كلها بتشتكي من قاعده بتاكل بس طول الليل قدام التلفزيون وطبق الفشار وكلنا ناكل بس. ومعانا الكبسوله الثانيه اللي هي كبسوله النحت. احنا في 60 يوم هنخسر 35 كيلو يا جماعه، خصم كبير، خصم يعني كبير جدا، 65% ده برضو يعني النهارده طول النهار. يسرى كمان قالت لنا على المفاجاه او المسابقه اللي احنا مستمرين بيها مع مشاهدين قناه تن، وخصوصا متابعين برنامج كل يوم اكله. شركه ايجيبت موفره لنا بانه اللي بيطلب كل اسبوع من يوم السبت لحد يوم الاربعاء، اللي بيطلب منها الكورس فيه هنختار عشوائي. الشركه هتبدا تختار عشوائي من الناس اللي بتبدا تتصل بالتليفونات او على طريق صفحات الفيسبوك، وهنختار منهم واحد بس هيجي يكسب وهياخد مننا هنا في الاستوديو الكورس مجانا. يعني انت تخيل كده، او انت تخيلي ان انت بتطلبي الكورس وانت عامله حسابك ان انت هتدفعي فلوسه. لا، احنا بنقول لك انت كسبتي معانا بانك الخميس الجاي هتيجي تكسبي مننا الكورس مجانا، وهتبقي ضيفه معانا في البرنامج طبعا. ونشوف بقى الحالات ونتابعها بقى ونشوف هي عملت ايه وكده. صح كده يا يسرى؟ طبعا احنا بنتابع المتابعه. لو انت هتاخدي كورس 30 يوم احنا بنتابع معاكي فتره كورس 30 يوم 60 يوم. نفس الكلام معاكي خبير تغذيه، وانت قاعده في البيت بتخسي معاكي حد بتساليه اي سؤال انت محتاجاه، هتنزلي في الوزن بطريقه صح. يعني عارفه طريقه صح، مش هخس بس وارجعهم تاني. لا، انا هخس وافضل على كده. في تثبيت وزن كمان معانا. فانا بسدلك الشهيه، بفتتلك الخلايا الدهنيه بتاعتك، دهون صعبه، عندي دهون في الارداف في البطن. الكورس كمان للرجال والسيدات عشان بيفتكروا ان هو للسيدات بس. معايا النقط بتعلي لي معدلات الحرق طول اليوم، مش هياخد بس النقط في وقتها فهتحرق لي في الساعتين دول، لا طول اليوم انت معاكي يعني حرق شغال. يعني في مكنه شغاله طول اليوم بالظبط بتحرقي اي مجهود مني. يعني انت كمان دلوقتي في الشتاء مش هتحسي ان انت بردانه، لان انت بتحرقي على طول. الاعشاب بتنقي السموم اللي في الجسم، بتشلي الميه الزياده. لو انا عندي ميه زياده بسبب المخللات، ما بشربش ميه كتير، فكل ده بيتخزن في جسمي. ده اللي كنت عايز اسالك عليه. هل المفروض مع الكورس اشرب ميه كتير؟ هو اصلا بيخليكي تشربي ميه كتير. لو انت كلنا بننسى نشرب ميه، ما بنشربش ميه كفايه، فبتلاقي ان النقط بتخليني اشرب ميه، انت غصب عنك هتشربي ميه. كل الميه كمان مش عشان التخسيس، ميه مفيده جدا للجسم للبشره، في نضاره في البشره، ما عنديش هالات سوداء. مش شكلي اللي هو شكلي كبير قوي، لا مش هزلانه بالظبط، مش تعبانه كده انا كبرت في السن، لا ولا وشي كده كرمش، لا هحتفظ بنضاره وشي وجماله وكده، وفي نفس الوقت هنزل في الوزن بالظبط. يبقى لازم نلحق الكورس النهارده ان شاء الله على الساعه 12، هيكون قفلنا خلاص. خلاص يعني 10 وشويه. طب يعني مفيش كده بعد شويه 12 ودقيقه خلاص قفلنا علشان متابعين البرنامج.
نلحق طيب نلحق. النهارده ان شاء الله لحد الساعه 12 العرض. النهارده معانا كورسين هينزلونا، يعني التارجت بتاعهم 35 كيلو، ده رقم كبير جدا. في ناس يعني بتنزل اكتر من كده يعني ده المتوسط بتاعنا. في ناس لو حرقها تمام، انا بتكلم على الحرق المعدوم. لو انت حرقك تمام هتلاقي ان انت بتنزلي توصلي لل 40 كيلو 38 39 الحاجات دي كلها. انت عارفه انت بتتكلمي في ارقام اصلا يعني سنين. بتبقى في ناس لا تبقى في ناس ده وزنها يعني انا كاني شلت بني ادم من جواه يعني ايوه بالظبط. 40 كيلو ده يعني في شخص تاني خرج مني يعني بالظبط، حد تاني فعلا بخس بصح كله اعشاب طبيعيه، خس وهنزل في الوزن وشكلي مش هيتاثر. هتلاقي ان انت في تحدي في المقاسات، هتلاقي من اول اسبوع بالظبط. اهم حاجه الصحه يعني انا عشان مش عشان شكلي يبقى حلو لما انزل في الوزن، عشان صحتي افضل، لان زياده الوزن بتعمل لي حاجات في نفسي بيقل جدا، اللي هو بيجي لي ضغط، بلاقي لو انا عندي ضغط هتلاقيه عالي جدا، السكر بتاعي مش بيتظبط. فهتلاقي ان انت مع الكورس لو بتاخدي انسولين هترجعي مع الطبيب بتاع السكر، بتاخدي كبسولات عاديه كل حاجه هتتظبط معاكي بخلال ان انت هتتصلي النهارده بس على الارقام دي. هتلاقي خبير تغذيه بيسالك سنك، وزنك، الطول، الحاله الصحيه بتاعتك ايه. مهم جدا الكورس من سن ال 12 سنه لحد 65 يعني ما شاء الله متاح من 12 سنه. حلو جدا. عارفه كمان الاطفال اللي سنهم 15 ما تقدريش تقولي يمنع الاكل، هو بيحب الاكل، بيحبوا الاكل، وتلاقي وزنهم تقيل مش قادرين يطلعوا السلم، تحس ان هم اكبر من سنهم. فدي مشكله، انا عايزه البنوته كده تبقى خفيفه، فده احلى حاجه ان انا كده بنتي هتاكل الاكل الصحي وفي نفس الوقت هتخس بدون عمليه ولا اي حاجه. وانت قاعده في البيت وانا قاعده في البيت، دي اهم حاجه. خصوصا لو هي بنوته تانية صغيره، مثلا لو هي بنوته صغيره وهي تخينه، طب اعملي حساب بقى ان احنا هنتجوز وهنيجي ندخل مرحله حمل، ده شيء طبيعي، بتزيدي وزنك بيزيد، كمان ثقه في نفسها، وبتبقى زعلانه قوي على شكلها بينها وبين زميلها في المدرسه. في اختلاف ما بينها وما بين بتلاقي ان سنهم صغير، انت مش زيهم في السن خالص، في اختلاف كبير بسبب الوزن. الوزن ده ممكن انزله في خلال شهر او شهرين بسهوله جدا، الموضوع مش صعب، انت بس اللي تاخدي الخطوه، تاخدي الكورس، الكورس معاكي خبير تغذيه هينزلك في الوزن 35 كيلو. النهارده عرض النهارده يا جماعه كورسين اللي عليهم خصم 65%، هنطلبهم بس عن طريق ارقام التليفونات اللي معانا على الشاشه، وكمان صفحات الفيسبوك الخاصه بشركه ايجيبت، ونشوف صفحات تانية اهي. اول صفحه شيف فاطمه معانا، ايوه بيطار من ايجيبت، بيطار من التخسيس، انا مش شايفاها، والتانيه بيطار من مصر وبيطار من مصر. دول الصفحتين الاساسيتين اللي والارقام طبعا متواجده اسفل الشاشه طبعا، ونقدر نطلب عن طريقهم كورس النهارده. مفيش غير كده، دي الوسيله الوحيده للوصول لعرض النهارده اللي يسرى بتقول عليه النحات اللي هيطلع دي على بسرعة. كل حاجه. ميرسي يا يسرى، شرفتينا جدا، شرفتينا حقيقي، وعرض مميز زي الحلقه المميزه اللي احنا عملناها. حلقه مميزه جدا، صحه وعافيه عليكم. ميرسي يا يسرى، تسلم ايدك يا شيف فاطمه، يعني حقيقي بجد الاكله تحفه تحفه جديده بالنسبه لنا. صحه وعافيه عليكم يا رب، يا رب تكون يعني اكله خفيفه ونكون كده ضيوف خفاف عليكم. حلوه جدا. الله يسعدك يا حبيبتي، تسلم ايدك. يا سلام يا استاذ طلعت، وانت متوصي عائد يعني الطاجن يستاهل. ايوه هو ده الكلام صراحه، الطاجن يستاهل. بصوا الجمال، نقطع بقى العيش ونغمس كده في الصوص الجميل. يا جماله يا جماله يا جماله. اتبسطنا ان كنا معاكم النهارده، يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم يا رب ان شاء الله. يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلمي لي يا حبيبتي. حلقه جديده بكره من كل يوم اكله من الساعه 1 للساعه 2، وما تنسوش ان الاعاده الساعه 8 الصبح. باي باي. باي باي.